السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غادي نوريكم واحد المنتوج صيدلاني وشبه صيدلاني اللي مخصص للأطفال، يعني من منذ الولادة، وكذلك 3 en 1 فيزاج كوغي شوفو. وهذا المنتوج هذا هو دودي وي لافونت Dodi, hypoallergénique pour bébé et les enfants. 3 en 1 pour le visage, le corps et les cheveux. C'est la chose des ingrédients lifés d'origine naturelle et testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. La pompe Diallo Mohima, la sécurité ou c'est Diallo. La dose, ça change une dose monacie bzzaf. Bach, كذلك هو تستعمل منذ الولادة، وهو كذلك نبيك با لي زيو، يعني ما تخافوش على انه يحرق وليداتكم في العينين ديالهم. وهو منتوج صيدلاني اللي يحافظ على هذا لابو، على الشعر وعلى البشرة ديال الوجه ديال الاطفال ديالكم. فالنساء اللي تيوجدوا الولادة فهي دودي، ما بقتش عندها غير لي بيبرون ولا غير لي تيتين او لي شوز اللي كانوا، فعندها منتوجات اخرى اللي هي مهمة مثل لي كريم لي زويل لافونت لي جيل لافونت وبزاف ديال المنتوجات اللي غتعرفوهم معايا ان شاء الله. فكما وريتكم الويل لافونت دودي هي واحد الويل لافونت اللي مهمه بالنسبه للاطفال ديالكم منذ الزياده. كيف هو منتوج اللي خالي من الصابون، وكذلك مصمم خصيصا للاستعمال اليومي للاطفال. بالنسبه لهذا المنتوج ويل لافونت ديال دودي، فهو تيتوفر على واحد المنتوجات مهمه بزاف اللي هي بيولوجيه، فيه ليكستري كما قلت لكم ديال لالوي فيرا بيو، فيه كذلك ليكستري دو كوتون بيو، ايضا تيتوفر على لو داميميليس بيو. هاد ثلاثه ديال المكونات العضويه اللي تتوفر فيه هي الاساس ديال جوده المفعول ديالو على البشره ديال الاطفال. كذلك تتوفر على الويل دو نويو دابريكو بيو، وهو منتوج فالناس اللي تيخسروا الجوده لوليداتهم. هو واحد المنتوج اللي هو صحي صيدلاني اللي غيحافظ لوليداتكم على الصحه ديالهم، لا في الدم ديالهم ولا في هدف الجماليه ديال البشره ديالهم والشعر ديالهم، اللي تنتمنى انكم تجربوه. وشكرا.